بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بناكم يوم التمرين خاص بالمتتاليات مدموجة مع الاحتمالات. نعتبر متتالية عددية ولأن المعرفة بالحد الأول اللي هو أولي واحد يساوي واحد على اثنان، ومن أجل كل عدد طبيعي أن فغير معدوم فإن ولأن يساوي إلى 2 على 5 ولأن ناقص 1 زائد 1 على 5. المفروض هنا على الطبيعي غير معدوم يختلف عن الواحد أو أكبر تماما من الواحد، برأينا أنه من أجل كل عدد طبيعي أن فإن هذه المتتالية محصورة بين العددين اللي هما 0 و1 في المجال 0 و1. بعدها قال أوجد عددا الألفا، عدد الحقيقي ألفا بحيث تكون المتتالية الجديدة اللي هي في، لأن المعرفة من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم أن فإن في لآن يساوي لآن ناقصا ألفا، متتالية هندسية. بعدها طلب على بركة الله باء احسب في لآن بدلالة أن، بعدها استنتج أن استنتج في لآن أو لآن بدلالة أن. المتتالية الثانية هي متتالية لا هي حسابية ولا هي هندسية. إذن والمتتالية الأولى نفرض أنها متتالية هندسية، قمنا بعملية حساب ألفا حتى تكون المتتالية في لآن متتالية هندسية. إذن قال استنتج أنها متقاربة وأحسب نهايتها. بعدها السؤال رقم ثلاثة، كان على بركة الله لدينا كيسان يضم الأول 6 كرات بيضاء وأربع كرات سوداء، ويضم الثاني 8 كرات بيضاء وكرتين سوداويين. نأخذ عشوائيا كيسا ونختار منه الكرة واحدة ثم نعيدها إلى نفس الكيس بالكيفية التالية، معناها الكرة دائما تعاد إلى نفس الكيس لا تعاد للكيس الآخر. وإذا كانت بيضاء نعيد 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 من السحب من نفس الكيس، نعيد من نفس الكيس السحب مرة أخرى. وإذا كانت سوداء نعيد السحب من الكيس الآخر، وهكذا نكرر العملية أن مرة. لا تبهرنا الآن مرة، هذه نسمي احتمال أن تكون السحبة رقم أن من الكيس A، إذن نسميها أولي أن، نسميها أولي أن. هي عبارة عن أو احتمال، هي عبارة عن احتمال احتمال أن تكون السحبة رقم أن من الكيس A هي عبارة عن أولي أن. المطلوب عملية حساب كل من أولي واحد وأولي اثنين وأولي ثلاثة. بعدها برهن أنه من أجل برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم أن فإن أولي أن تساوي إلى 2 على 5 أولي أن ناقص 1 زائد خمس. بعدها أحسب ليميت أولي أن. هذا هو التمرين على بركة الله. إذا نبدأ على بركة الله، الحل هو كما يلي. إذا الحل أول سؤال هو قال برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم فإن أولي أن تكون تنتمي إلى المجال صفر واحد، نبرهن عليها باستخدام التراجع. بالتراجع لدينا أولي صفر تنتمي إلى المجال صفر واحد، هذه محققة لأن الأولي صفر هي عبارة عن 0.5 هي واحد على اثنان محققة. نفرض أن أولي أن تنتمي إلى المجال صفر واحد، ولنبرهن أن أولي أن زائد واحد تنتمي إلى المجال صفر واحد. إذن بالنسبة لي هذا التمرين هو تمرين خاص بالعلميين وكذلك التسيير والاقتصاد. إذن لدينا أولي أن ينتمي إلى المجال صفر واحد، ماذا يعني؟ يعني باستخدام المتراجعات أن أولي أن محصورة بين الصفر والواحد. بالضرب في 2 على 5 نجد أن المتراجعة لا تغير اتجاهها وتصبح بالشكل التالي. إذن بعدها لدينا بإضافة الخمس، إذن بإضافة الخمس نجد أن 2 على 5 أولي أن زائد 1 زائد 1 على 5 محصورة بين 1 على 5 و 3 على 5. هنا لدينا هذا العدد اللي هو خمس هو حتما أكبر من الصفر، إذن يمكن عملية وضع هنا هو أكبر أو يساوي صفر، وهنا وضع أصغر أو يساوي الواحد. إذن فتصبح أولي أن محصورة في المجال صفر واحد، ومنه
نتحصل على المطلوب إذا ومنه، فإن الآن من أجل كل عدد طبيعي من أجل كل عدد طبيعي آن فإنه الآن محصورا في المجال 0 1. إذا بعدها طلب عملية إيجاد ألفا حتى تكون متتالية في الآن متتالية هندسية. لدينا ماذا؟ في الآن يساوي الآن ناقصا ألفا، ومنه في الآن زائد 1 ماذا يساوي يا شباب؟ نقوم بعملية حساب في الآن زائد 1. إذا في الآن زائد 1 يساوي الآن زائد 1 ناقص ألفا. إذا نعوض الآن زائد 1 بما يساويه، إذا هي في الآن تساوي إلى 2 على 5 الآن زائد 1 على 5. عوضنا الآن بما تساوي، إذا عوضنا الآن زائد 1 بما تساوي، هذه هي ما تساوي. إذا بعدها ولدينا الآن، نجعل هنا الآن بدل الفي الآن، إذا تعطينا هذا الكلام، نقوم بعملية تعويض هنا، نعوض هنا فنتحصل على ماذا يا شباب؟ بالتعويض نجد أن الفي الآن زائد 1 تساوي إلى 2 على 5 في الآن زائدا ألفا زائد خمس ناقصا ألفا. إذا لدينا هنا 2 على 5 ألفا، ولدينا ناقص ألفا تساوي 3 على 5 ألفا، واثنين على 5 في الآن تبقى زائد خمس. إذا نقوم بعملية التعويض ونتحصل على هذا. إذا هذه حتى تكون متتالية هندسية ها هو أساسها. إذا يجب أن تكون الكمية الأخرى تساوي الصفر، إذا هذه يجب أن تساوي صفر. إذا ساوينا هذه بصفر سوف نتحصل على أن ألفا تساوي ثلث. إذا نقوم بعملية التعويض فنتحصل على أن ألفا يساوي ثلث. إذا هي متتالية أساسها 2 على 5 وحدها الأول. نستطيع عملية حساب الحد الأول فيري صفر يساوي فيري 1 يساوي أولي 1 ناقصا ألفا. إذا نعوض، إذا الأولي 1 هي عبارة عن نصف ناقص ثلث، نوحد المقامات فنتحصل على أن 3 ناقص 2 على 6. أنا المتتالية هنا أساسها هو عبارة عن 2 على 3، الأساس هو 2 على 3، والحد الأول هو السدس، فنتحصل على هنا أعطي فيري 1، بما أن أعطي فيري 1 على بركة الله، سوف نقوم بعملية كتابة عبارة هذه المتتالية. إذا تكتب على شكل، إذا هي عبارة عن فيري 1 مضروب في كيو أس إن ناقصا 1، إذا بما أن الدليل 1، ومنه سوف نعوض فنتحصل على أن أولي آن تساوي إلى فيري آن زائدا ألفا زائد ألفا. إذا بما أن أولي آن تساوي إلى فيري آن زائد ألفا نعوضها مباشرة، ألفا كانت ثلث، إذا تحصلنا على ما سبق. بعدها بما أن أساس هذه المتتالية هنا هو عبارة عن عدد محصور بين 2 على 5 فهي متتالية حتما متقاربة، إذا نهايتها، إذا هذا إلى من يؤول؟ يؤول إلى الصفر، إذا فهي متقاربة حتما نحو ماذا يا شباب؟ بما أن أساسها، إذا الآن فهي متقاربة. إذا لو طلب عملية إيجاد الأساس سوف نتحصل على أن النهاية هي عبارة عن ثلث، هذا يروح للصفر. إذا بالنسبة للسؤال الثاني قال أن لدينا كيسين، كيس الأول أ فيه 6 كرات بيضاء وأربعة سوداء. إذا سحبنا الكيس، إذا سحبنا الكرة البيضاء نقوم بعملية إعادة السحب من نفس الكيس. أما بالنسبة للكيس بي فيحتوي على 8 كرات بيضاء واثنان سوداء. إذا قمنا بعملية السحب من إحدى الكيسين، هنا الكيس الأول وهنا الكيس الثاني، إذا سحبنا وتحصلنا على كرة بيضاء معناها نقوم بعملية الإعادة من نفس الكيس. معناها إذا قمنا بعملية سحب الكرة البيضاء من A فاحتمال أن نسحب الكرة من الكيس نفسه هي 3 على 5 بالنسبة لعملية السحب. بالنسبة للسحب الأول إما أن نسحب من الكيس الأول أو الكيس الثاني، إذا 2 على 1 على 2 و 1 على 2 لأنهما متساويان في عملية السحب. إذا سحبت الكرة البيضاء من الكيس الأول فاحتمال أن نقوم بعملية السحب من الكيس الأول كذلك، إذا يكون هو عبارة عن كم؟ لدينا 6 كرات
بين 10، إذا 6 على 10، والسحب من الكيس الثاني يكون المتبقي بالنسبة للمتبقي، الكرات المتبقية هي 4، إذا 4 من بين 10، إذا تحصلنا على كرة سوداء من بين 4، إذا 4 كرات سوداء، إذا سوف نسحب من الكيس الثاني. ونفس الشيء بالنسبة للكيس الثاني، بالنسبة لي بي، لا فيه عدد الكرات السوداء فيه 2. إذا سحبنا كرة لونها أسود، فهنا يعطينا احتمال السحب من الكيس الثاني اللي هو إذا كرتين من بين 10 معناها 1/5. تبقى بالنسبة لي إذا سحبنا كرة بيضاء من الكيس الثاني فنقوم بعملية السحب مرة ثانية، تبقى لدينا بالنسبة للكرات البيضاء كم عددها؟ 8 من بين 10، معناها إذا سحبنا كرة بيضاء فنقوم بعملية السحب من بي. إذا هذا ترجمة أو نموذج للمعطيات المعطاة في التمرين. إذا طلب أولا إذا لدينا أول شيء نقوم به هو عملية حساب أولي واحد وأولي اثنين. إذا أولي واحد، إذا احتمال أن نسحب من الكيس الأول هو 1/2، لأنه الأولي آن هي عبارة عن، إذا هي احتمال السحب من الكيس أ، احتمال السحب من الكيس أ، إذا احتمال السحب من الكيس أ في الأول هو عبارة عن، إذا السحب من الكيس الأول هو 1/2، 1/2. إذا بعدها الأولي اثنين، إذا الأولي اثنين نستطيع عملية حسابها بالطريقة التالية. إذا كانت السحبة السابقة من أولي واحد، وإذا كانت السحبة السابقة من أ، إذا سحبت الكرة بيضاء فاحتمال أن يكون السحب من أ هو عبارة عن 3/5، معناها نعيد السحب من أ. بالنسبة لي 1 ناقص أولي 1 هنا هي الحدث المعاكس، معناها سحب كرة سوداء. بالنسبة لسحب كرة سوداء، إذا قمنا بعملية سحب الكرة السوداء من، إذا هنا احتمال أن تكون السحبة السابقة من أولي من أ، السحب من أ احتمالها هو 3/5. أما احتمال إذا كانت الكرة المسحوبة السابقة هي من الكيس بي، فاحتمال أن يكون السحب من الكيس أ هو عبارة عن 1/5. بعدها نقوم بعملية الحساب، إذا سوف نتحصل على ما سبق من الأشياء، فنتحصل على 2/5 بالنسبة لعملية الحساب. إذا هنا لدينا أولي واحد مضروبة في 3/5 زائد 1 ناقص 1/5 مضروبة في الأولي واحد هنا، إذا هنا النصف، هنا نتحصل على أن 1 ناقص أولي 1 هو عبارة عن النصف، النصف مضروب في الخمس ومضروب في 3/5، معناها إذا نقوم بعملية الاختزال فنتحصل على أنه 2/5. إذا الأولي 3 هو، إذا كان السحب الأخير اللي هو أولي 2، السحب الأخير كان من الكيس الأول، إذا فاحتمال أن نسحب مرة ثانية من الكيس أ يكون 3/5. هنا معناه احتمال أن يكون السحب الأخير كان من الكيس بي، احتمال إذا كان من بي، إذا لدينا بالنسبة لعملية سحب كرة بيضاء، إذا بالنسبة للحدث المعاكس هنا، لدينا عملية إما أن تكون الكرة أو الكرة المسحوبة هنا، معناها أن الكرة المسحوبة هي من الكيس بي، الكيس بي كان فيه من كرة بيضاء فيه 8 وفيه 2 كرة سوداء، إذا وعليه سوف نتحصل على أن السحب من الكيس المخالف لبي، هنا عملية احتمال أن تكون السحبة الأخيرة من بي، إذا
حتى تكون من تبقى لدينا يجب أن تكون سحبة أو عندما نسحب من بي نسحب كرة سوداء، معناها نقوم بعملية السحب كرة سوداء، إذا سحبنا كرة سوداء معناها نسحب من أ، إذا احتمالها هو عبارة عن واحد ناقص أولي واحد، إذا نقوم بعملية تبسيط فنتحصل على التالي، هنا لدينا الحسابات، هنا لدينا 2 على 5 في 3 على 5 هي 6 على 25، والواحد ناقص أولي 2، واحد ناقص أولي 2 هي 2 على 5، واحد ناقص أولي 2 هي كم يا شباب؟ إذا نقوم بعملية الحساب فنتحصل على أنها عبارة عن إذا أولي 2، إذا أولي 2 أولي 2 أولي 2 كانت 2 على 5، واحد ناقص أولي 2 واحد ناقص أولي 2 اللي هو واحد ناقص 2 على 5 هو 3 على 5، 3 على 5 في 1 على 5 تعطينا 3 على 25، بعدها نقوم بعملية جمع الكسرين لأن مقامهما موحد فنتحصل على 9 على 25، إذا هذا احتمال أن يكون السحب الأخير من الكيس A، إذا كان السحب الأخير من الكيس A احتمال أن يكون نعيد السحب، معناها عدد الكرات البيضاء، عدد الكرات البيضاء في هذا الكيس هي 6 من بين 10 تعطينا 3 على 5، هذا هو احتمالها. إذا بالنسبة لي إذا كان هنا هذا يعني أن السحب كان من الكيس بي، إذا من الكيس بي حتى نسحب الكرة التي تلي هذا السحب من الكيس A يجب أن تكون الكرة سوداء، وعدد الكرات السوداء الموجودة في الكيس B هي عبارة عن 2 من بين 10، معناها 2 على 5، ونوحد المقامات ونتحصل على ما سبق. إذا قال برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي أكبر من الواحد فإن أولي آن تساوي 2 على 5 أولي آن ناقص 1 زائد 1 على 5. إذا بالنسبة لهذه العملية نقوم بعملية استخدام التراجع، لدينا أولي 2 هو 2 على 5 في أولي 1 زائد خمس، إذا بالنسبة لي أولي 1 هو النصف، عندما نقوم بعملية الضرب 2 على 5 في النصف تعطينا خمس والخمس يعطينا 2 على 5، إذا محققة بالنسبة لي أولي 2 محققة، إذا 2 على 5 تساوي إلى 2 على 5 كما سبق. إذا نفرض أن أولي آن تساوي إلى 2 على 5 أولي آن ناقص 1 زائد خمس، ولنبرهن أن أولي آن زائد 1 تساوي 2 على 5 أولي آن زائد خمس. إذا بعد ذلك نقوم بعملية التالي، إذا لدينا أن أولي آن زائد 1 أو احتمال أن يكون السحب الأخير من الكيس A هو كما يلي، إذا كان السحب اللي قبله من الكيس A فبالنسبة لي عملية السحب مرة ثانية من الكيس A هي عبارة عن 6 على 10 اللي هي 3 على 5، 3 على 5 كما كتبت هنا، إذا وإذا كان السحب الأخير إذا هنا معاكس أن يكون السحب من الكيس A، إذا كان السحب هنا من الكيس B فبالنسبة للكيس B احتمال أن تكون الكرة سوداء هو عبارة عن 2 على 10، 2 على 10 نقوم بعملية اختزالها فنتحصل على 1 على 5، بعدها نقوم بعملية النشر والتبسيط فنتحصل على أن 3 على 5 عندما ننقص منها 1 على 5 تعطينا 2 على 5 وهنا الخمس، فسوف نتحصل على أن أولي آن زائد 1 تساوي 2 على 5 أولي آن زائد خمس، ومنه من أجل كل عدد طبيعي أن أكبر تماما أكبر أو يساوي 1 فإن هذه الخاصية محققة، إذا ومنه البرهان بالتراجع هنا صحيح. إذا بعدها لدينا جيم قال أحسب النهاية، إذا لدينا بالنسبة للسؤال الأخير أحسب نهاية الدالة المتتالية لما أن يؤول إلى الزين من النهاية، لدينا أولي أن كتبت على الشكل 1 على 6 2 على 5 أس أن زائد ثلث، إذا هذا بما أن الأساس
محصور بين الصفر والواحد، فهذا يؤول إلى الصفر. يبقى النهاية هي عبارة عن 1/3. كان معكم أستاذ جواد أحمد من مدينة طمراس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.